واسمحي لي اروح معاكي بدايه كده للمجموعه السادسه، يعني مش همشي معاكي بالترتيب قوي، بس نظرا لان فيها اللي يهمنا اللي يخصنا ليفربول، عايز اسالك على ليفربول. في ناس بتشوف ان ليفربول في دوري الابطال مختلف عنه في البريمير ليج، انت شخصيا بتشوفي كده ولا لا؟ هو بس هصحح لك حاجه بسيطه، هو ليفربول في المجموعه الاولى مش المجموعه السادسه، امال في المجموعة الأولى مش في المجموعة الثانية. المجموعة الأولى أوكي عفوا أوكي. بالظبط في المجموعة. يبقى حلو، يبقى هنمشي بالترتيب زي الفل. أنتِ بتشوفي كده زي اللي الناس بتقول؟ لا مش شايفة كده بصراحة، الوضع مش مختلف. إحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن ليفربول عنده مشاكل كتير جدا من بداية السيزون، من إصابات، من تغيير خطة كلوب نفسها، من رحيل بعض اللاعبين أبرزهم طبعا ساديو ماني اللي انتقل لبايرن ميونخ مؤخرا. فالمشاكل في ليفربول بادئه من اول السيزون. ليه هتختلف في الدوري الانجليزي عن دوري ابطال اوروبا وعن تشامبيونز ليج؟ ليفربول المفروض مثلا يعني في تشامبيونز ليج هو خسران من نابولي 4-0 كانت في الجوله الاولى، فدي كانت مفاجاه كبيره جدا طبعا اصلا لعشاق ليفربول. يعني وضعه في الدوري المحلي مش افضل صراحة. حاجه، هو تقريبا في منتصف الجدول بالظبط وفي المركز التاسع، متفوق على كريستال بالاس بس بفرق الأهداف، عنده 16 نقطة، خمس نقط فرق ما بينه وما بين تشيلسي صاحب المركز السادس، وخمس نقط ما بين مراكز الهبوط. مش بنقول طبعا إن هو يعني ممكن يبقى فيه منافسة لتحت يعني أو في مراكز الهبوط، بس ليفربول وضعه غير مطمئن. أنا أعتقد إن السيزون ده هيبقى موسم للنسيان بالنسبة لليفربول لو ما قدرش يعمل حاجة على المستوى الأوروبي. انما محليا اعتقد الامور بالنسبه له، المنافسه بالنسبه له حتى دلوقتي انه يبقى حاجز ليه مكان في المربع الذهبي، على المربع الذهبي او الخامس والسادس اللي هيأهله ان هو ممكن يلعب في البطولات الاوروبيه، يعني حتى مش تشامبيونز ليج. ده شيء حزين قوي اللي بيحصل ده جدا. بس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده او زي ما قلنا من شويه انه هي مجموعه عوامل، اصابات مع تغيير طريقه لعب، مع رحيل بعض اللاعبين، مع عدم انسجام كمان مع بعض اللاعبين الجدد. حتى لما بنشوف صلاح مثلا ونونيز مؤخرا، لا لسه ما فيش ربط ما بينهم، لسه ما فيش انسجام ما بين الاثنين. تحس ان صلاح عليه لود كبير جدا جدا جدا، بناء هجمه مثلا، ان هو بيتحسب على الفاتوره بتاعه ليفربول بصراحه. دي حقيقة. صلاح هو اللي بيتحسب على الفاتوره كلها.